خلافه طلبنا على ان مجلس اداره الصندوق يشارك فيه الاتحادات العامه للمصريين في الخارج حتى يمكن مساعده وزاره الخارجيه في حل هذه المشاكل. حتى هذه اللحظه لم يرى النور. على اي حال دي بلدنا ودول اخواتنا ودي الدوله بتاعتنا واحنا لازم نتعاون باي شكل من الاشكال. وهو ده اللي احنا بنحاول من هذا النقاش ان احنا نوصل لاليه التعاون. شكرا لك استاذ محمد ريان رئيس اتحاد المصريين في الخارج. بشكر سفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجيه سابقا الاستاذ امام يوسف رئيس اتحاد المصريين في السعوديه. عينه عشوائيه من المواطنين استطلعنا ارائهم كيف يروا هذا الملف على ضوء بالتاكيد اقاربهم واصدقائهم كلنا لنا اهل في الخارج انطباعاتهم عن شكل العلاقة ما بينهم ما بين البعثات الدبلوماسية. أولادنا اللي في الخارج بعضهم بيتهم بتهم ملفقة وبيسجنوا وبياخدوا احكام ما بتقومش بدورها القنصليات اللي هناك. بتعمل ايه؟ ما المفروض تقوم محامي وتفضل مع الشخص ده لغايه ما تشوف تثبت براءته او تثبت ادانته. لحد ما السبب على طول لان انا شايف ان هي بسمع في الجرايد ان هي مثلا رحلت ناس غير شرعيين، رحلت ناس متوفيين، رحلت ناس كانوا متأزمين في الحاله الماديه بترحلهم، كل ده بتقول بيه. انا بصراحه شايفاها غير مجديه لان اكتر من مره حصلت مشاكل في معظم الدول خصوصا الدول الخليجيه وبلاقي ان الرد الفعل بيكون سلبي، يعني ما بلاقيش حد بياخد موقف قوي او بياخد موقف حاسم ان هو حافظ حتى على كرامه المصري كمصري دلوقتي. في كتير قوي بيشتكوا ان ما فيش حد بيسال فيهم، ما فيش حد بيروحوا السفارات والسفارات ما بترضاش تعاونهم وبيبقوا حيرانين بين يروحوا لمين. عشان هي ما حلتش مشاكل اللي جوه الاول، يعني المصريين اللي جوه هنا ما اتحلتش مشاكلهم فاكيد لسه ما اتحلتش مشاكل اللي بره. بس المصريين بالخارج بيروحوا بيقدموا مشاكلهم وما حدش بيتابع المشاكل دي ويقول له فوت علينا النهارده بكره بعده، ما فيش حد بيهتم. يعني الكونتاكت بين القنصليه المصريه وبين الناس قليل جدا، ودوت سبب برضو النظام في بره يعني بيبقى صعب يعني مع الاجانب عامه، ده غير ان بعد القنصليه المصريه عن المصريين عامه او ما بيعرفوش يتعاملوا جدا مع الناس بسرعه يعني. من جديد اراء مشاهدينا على الفيسبوك وتويتر. اسماء حسن، هل هناك جديد في التعليقات حتى الان؟ بالفعل ما زالت التعليقات والاراء المختلفه ترد الينا على صفحه البرنامج، ونبدا مع المهندس محمد موسى يقول في طي رسالته: قيمه المواطن بالخارج انعكاس لقيمته بالداخل، فالدول التي تحترم مواطنيها بداخلها تفرض احترامهم خارجها، وقد لاحظت هذا، والاعلام والفضائيات لم يترك اي مجال للسريه بالداخل عن الخارج، وماذا يمكن للدبلوماسيه ان تفعل لنا بالخارج؟ اذا كنا نعلن أنفسنا على الفضائيات والإنترنت. أيضا يشاركنا بالرأي هيثم عز يقول: البعثات الدبلوماسية لا تحل مشكلة إلا إذا كان عليها شو إعلامي، أي تحل تحت ضغط من الإعلام المسلط على المشكلة، بخلاف ذلك فهم يتعاملون بمنطق الموظف الذي يتقاضى راتبه في آخر الشهر وخلاص دون تقييم لإنجازاته أو نتائج أعماله. أيضا يشاركنا بالرأي سعد جويش: عدد قليل منهم يقوم بهذا الدور بدافع الشهامة والكرامة المصرية وليس كواجب وظيفته، كما دفع شهيد الشرطة والمصريين حياته ثمن رجولته في تصديه لمن سرق فتاة في الشارع أمامه مع أنه كان في طريق عودته إلى المنزل. أيضا شاركنا بالرأي فرج حمودة يقول: حقيقة أن معظم المصريين في الخارج يعانون دون مواطن العالم، لكن الحقيقة منذ أن وصل الدكتور محمد إدريس سفير مصر هنا في إثيوبيا فإن كل مصري هنا في إثيوبيا قد أحس أن السفارة وبيت السفارة هم فعليا بيت لكل مصري مقيم أو زائر لهذه البلد، وهو يتابع بنفسه كل صغيرة أو كبيرة تمس مصري من قريب أو من بعيد. كان هذا الجزء الأخير من التعليقات التي وردت إلينا حتى هذه اللحظات، ونتحول إلى إيمان منصور.
شكرا ليك يا اسماء. يعني انتقادات من ناحيه واهميه بيوليها المشاهدين في ارائهم لكرامه المصري في الخارج، لكن يعني لازم نعرض هذه الانتقادات ونضعها في الاعتبار ايا اختلفت الاراء وايا كانت هذه الاراء. معي الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي، ومعي الدكتور ايضا حازم رفاعي طبيب مصري مقيم بلندن. دكتور صلاح الطحاوي ابدا معك، يعني من نوعيه المشاكل عندما يساء الى اي مصري في اي دوله في الخارج انه يعني عندما يساء معاملته بتكون الاشكاليه هنا انه غير يعني على درايه بالقوانين في البلد الذي يعيش فيها وهذا يضطر الى ذلك. رايك في هذه الاشكاليه؟ بالفعل كما تفضل البعض في الحديث على ان البعثات الدبلوماسيه المصريه بالخارج لم تقم بدورها الفعال، وان كانت في الاونه الاخيره خاصه بعد ثوره 30 يونيو الماضي التي قام بها جموع الشعب المصري على نظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لها دور، ولم يكن الدور الفعال الكبير في خاصه في الدول الغربيه والدول التي انتقلت هذه الثوره العظيمه التي قام بها المصريين. ولكن هذا يرجع الى اسباب عديده، من بين هذه الاسباب انه لا يوجد بعض اللجان، ان كان هناك بعض في البعثات الدبلوماسيه لجنه تثقيفيه او لجنه ثقافيه، لكن لا تقوم بالدور الفعال لكي يكون هناك تعاطي بين المصريين الموجودين بخارج هذه البعثه الدبلوماسيه عن طريق ندوات ومؤتمرات يدعى اليها المواطنين المصريين. ايضا الثقافه القانونيه، لا يعلم المصريين بالخارج كثيرهم او البعض منهم القانون الداخلي الذي يتعاملون معه، خاصة انهم اما منفردين او للعمل هناك او لبعثات في الخارج لمهمة او سنوات. وعشان يكون عمليين اكتر، حضرتك شايف ان حكاية الندوات دي واقعية في مصري في الخارج؟ واكيد يعني وقته فعلا يمكن حضرتك برضو لحد ما، ولكن يجب على البعثة الدبلوماسية ان تكون بهذا الدور، سواء يعني عندما تخاطب المصريين بالخارج بالإفادة إليها أو حضورها أو عدم حضورها، يكون الخطأ هنا في جانب المصريين بالخارج. نعم. أيضا المصريين بالخارج لهم دور أيضا إلى حد ما، البعض منهم يجهل دور البعثة الدبلوماسية ولا يخاطبون بها ولا يذهبون إليها في حل مشكلات، إن هذا دور أيضا على المصريين بالخارج، ولكن الدور الأكبر والفعال يعني الاشكاليه في التواصل معهم. انتقل الى الدكتور حازم رفاعي طبيب مصري في لندن. دكتور حازم، من واقع يعني معايشتك في الخارج والمصريين المحيطين بك، شايف انه التقصير على عدم وجود اليه للتواصل ولا التقصير بالفعل من هذه البعثات الدبلوماسيه؟ هو الحقيقه البعثات الدبلوماسيه في الخارج دورها الاساسي هو التواصل مع مؤسسات الدول اللي هي مستضيفه ليهم، يعني السفير المصري في بريطانيا او السفير المصري في فرنسا او البعثات الدبلوماسيه هناك عليها خلق اوجه من النشاط مع هذه الدول في الاساس. حضرتك بتتكلمي على يعني قوى العمل او العاملين المصريين في الخارج وايه علاقتهم بمؤسسات السفاره. هؤلاء الافراد في اغلب الامور زي ما مثلا موجود هنا في بريطانيا أشخاص بيشقوا طريقهم في الحياة بشكل مستقل ومنفصل ويرتبوا أمورهم هم. عندما يتعرض المواطن إلى محنة، أنا أعتقد أن الجالية المصرية في أي مكان هو موجود فيه أو السفارة المصرية في أي مكان هو موجود فيه بتلعب دور تقليدي في التعامل والحل للمشكلة. التقليدي بمعنى إيجابي ولا سلبي؟ أنا أعتبر أن هي بتلعب دور إيجابي. الحقيقة المسألة حضرتك لو أنت عايزة تبصلها بشكل أوسع، يعني اكبر مكان بيتواجد فيه المصريين في الخارج كمهاجر كقوى عمل هي منطقه الشرق الاوسط ودول الخليج وهكذا. وانا اعتقد ان كان في فرصه تاريخيه امام الدوله المصريه في الماضي ان هي تلعب دور كبير جدا في تنظيم هجره المصريين الى هذه الدول والعمل اليها مع وضعهم داخل النظام الضرائبي المصري. يعني احنا النهارده عندنا ملايين المصريين العاملين في السعوديه وعمان وبلاد الخليج والمنطقه العربيه يروحوا كافراد وليس ليهم دور في دفع الضرائب او اضافه دخل للدوله المصريه. وبالتالي الافراد دول رايحين كافراد، انما لو كان الدوله اصلا بالذات في اوائل السبعينات خدت دور فعال في التعامل مع الدفع المضيفه للعماله ديت، كانت ضمنت دخل ثابت للدوله المصريه عن طريق الضرائب، وكانت حرصت على وجود اوضاع افضل للمصريين العاملين في الخارج. وانا اعتقد ان هناك فرصه تاريخيه الان مع بعد ثورة 30 يونيو
ان احنا نحن في حاله ثوره وعلينا ان احنا نراجع كل امورنا. وانا اعتقد ان دي نقطه مهمه جدا يعني قد تكون فيها صعوبه اعاده ترتيب خروج المصريين للعمل في هذه الدول. هي اكيد يعني ملف شديد التعقيد. على اي حال بشكرك على عرض رايك دكتور حازم الرفاعي الطبيب المصري في لندن والدكتور ايضا صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي. يعني الملف يبدو انه في اكثر من تعقيدات في تشابك هذا الملف حول تقسيم من يعني، لكن ما استطعنا ان نجمع عليه ان هناك بالفعل مشكله حقيقيه في التواصل ما بين هذه البعثات الدبلوماسيه وما بين المصريين المتواجدين في الخارج لحل مشاكلهم. على اي حال مشاهدينا كان هذا سؤالنا اليوم وسؤال حلقه الغد، هل تؤيد اجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه معا؟ نرحب دائما بالتواصل مع حضراتكم مشاهدينا في هذا البرنامج همزه وصل. اذا لكم.